طب ورشيد كام بقى؟ 60. لا مش 60، لا مش 60، هنا 15 محطة رفع وهنا 15 محطة رفع، هنا حوالي 150 كيلو من الحمام بالجمع المصارف، وتحت حوالي 140 كيلو ترع مكشوفة وترع مقفولة، ثم المحطة المأخذ بتاع رشيد قد يساوي في تكلفته، قد يساوي في تكلفته محطة الحمام. ما تسموا اسم غير المحطة ديت يعني، يعني سموا اسم تاني غير مش عارفين يعني. حاضر. سموا اسم تاني كده غير المحطة اللي موجودة في الشمال ديت. ف يعني أنت بتتكلم على الأقل في 300 مليار جنيه. أنا ده الرأي. مش كده يا دكتور؟ تمام.